ماتشات كتير جدا النهارده في مختلف الدوريات. خلينا نبتدي بالدوري المصري. مباراه اتلعبت الساعه 2:30 مساء وانتهت بفوز البنك الاهلي على اسوان، واول هزيمه للكابتن علاء عبد العال المدير الفني لاسوان بعد 33 يوم تقريبا من توليه المسؤوليه، وكان عامل نتائج جيده جدا، لكن تفوق البنك الاهلي بنتيجه 2-0. ومباراه ثانيه في الدوري المصري طبعا مباراه الاهلي وطلاء الجيش هتكون الساعه 7:30 مساء باذن الله. كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي. فيما يتعلق بالدوري الانجليزي، عدد من المباريات الهامه جدا في الجوله رقم 26 من هذه المسابقه. كريستال بالاس لعب الساعه 2 الظهر امام فولام، ومباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0. ايضا كان في مباراه اخرى في نفس التوقيت ما بين ليستر سيتي وارسنال، ارسنال فازوا بنتيجه 3-1. اما في هذه اللحظات في مباراه انطلقت في تمام الساعه 4 عصرا ما بين توتنهام وبرنلي، توتنهام متقدم بنتيجه 3-0 اهداف بيل و كين ولوكاس مورا. أما في تمام الساعة 6:30 مساء قمة هذه الجولة ما بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، مباراة هتكون قوية جدا، والساعة 9:15 مباراة تهمنا قوي ما بين شيفيلد يونايتد وليفربول، نجمنا المصري محمد صلاح إن شاء الله يكون موفق في هذه المباراة. أما بخصوص الدوري الأسباني فعدد أيضا من مباريات الهامة. سيلتا فيجو لعب مع بلد الوليد، مباراة انطلقت الساعة 3 عصرا انتهت بفوز بلد الوليد بنتيجة 1-0. 5:15 في مباراة قادش وريال بيتيس، 7:30 مباراة غرناطة مع إليتشي، والساعة 10 بالليل فياريال مع أتلتيكو مدريد. أما الدوري الإيطالي فأيضا في مباريات كثيرة، بداية من سامبادوريا وأتلانتا، مباراة ابتدت الساعة 1:30 انتهت بفوز أتلانتا بنتيجة 2-0. كروتوني مع كالياري، مباراة بتلعب في هذه اللحظات انطلقت الساعة 4، التعادل ما زال سلبي ما بين الفرقتين، نفس الحال بالنسبة لأودينيزي وفرنتينا، نفس التوقيت ونفس النتيجة. أما إنتر ميلان فهو متقدم على جنوا بنتيجة 1-0، مباراة أيضا انطلقت الساعة 4 العصر. أيضا ناقص مباراتين كمان في الدوري الإيطالي، نابولي مع بينفينتو دي مباراة الساعة 7، وروما مع ميلان مباراة الساعة 10 إلا ربع. لكن فيما يتعلق بمباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا ففي مباريتين، مباراة أعتقد أنها انتهت ما بين شباب بلوزداد الجزائري وماموليدي سان داونز بنتيجة كبيرة جدا لصالح سان داونز 5-1. مباراة كانت الساعة 3 العصر والنتيجة كبيرة بسبب بسيط جدا، أن فريق شباب بلوزداد اطرد من عنده لاعب في تمام الدقيقة 4 من أحداث المباراة، كان طرد بضربة جزاء على طول، فبالتالي فتحت المباراة بشكل كبير لسان داونز اللي تفوقوا بنتيجة 5-1. الوداد الرياضي المغربي هيلعب مع كايزر تشيفز أيضا في مباراة كانت المفروض تتلعب من أسبوع فات، هتتلعب المباراة دي الساعة 6 مساء. دي مباريات دوري أبطال أفريقيا. طيب